إذن تعرف تونس خمسة أصناف من القضاء، هي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي، إضافة للقضاء الدستوري والقضاء العسكري فيما يمنع الدستور المحاكم الاستثنائية. ويعتبر القضاء أو يعتبر القضاء العدلي هو القضاء الأساسي، حيث تمثله أكثر من 140 محكمة في أنحاء البلاد. وبعد ثورة 2011 بدأ الخلاف بين مؤسسات القضاء التونسي والحكومة مع تعيين نور الدين البحيري المنتمي للنهضة وزيرا للعدل، والذي قام في مايو 2012 بإعفاء 82 قاضيا من مهامهم بذريعة تطهير القضاء واتهامهم بالفساد. وواجهت نقابة القضاء القرار بإعلانها الدخول في إضراب مفتوح إلى حين تراجع وزير العدل عن قراره، وهو ما لم يحدث. وفي 2014 أعاد البحيري 9 فقط من القضاء إلى مناصبهم، لكنهم وصفوا حينها بأنهم منتمون إلى حركة النهضة. ووفق دستور 2014 تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بهدف استقلال سلطة القضاء عن تدخل الدولة أو التيارات السياسية، لكن المجلس لم يسلم من تدخلات النهضة، حيث اتهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أعضاء بالمجلس بموالاة الحركة والتأثير على سير قضية الجهاز السري لها. ومع استمرار الخلاف مع حركة النهضة يواصل القضاء التونسيون إضرابهم المفتوح الذي انطلق منذ 16 من نوفمبر الجاري للمطالبة بتحسين الأوضاع الصحية وكذلك تحسين الأوضاع الاقتصادية.